السلام عليكم. اليوم حنا كاينين في اوتو هول ديابلي ملال. جينا هنايا نشوفوا هاد اوبل جراوند لاند هنا جديده. هاد الجراوند لاند فاز 2 دوره في المغرب كامل تقريبا. دابا يا دابا درت بزاف ديال المدن: اكادير، مراكش، سطات، كازا، الرباط، قنيطره، كلهم هادو شناهم. ودابا اليوم جات النوبه ديابلي ملال، وفي نفس الوقت كاين عندنا هاد اوبل جراوند لاند جديده. يلاه بجات، يلاه دخلات، باقي ما تلقاهاش كاع كدور في الشارع من غير يعني ديال الناس ديال اوتو هول. تكون حتى الاول دابا راه مطلقه للبيع، تكون انت الاول شريتيها. قبل ما نبدا هاد اللايف ديالي ونهضروا كامل في هادشي، نبغيكم انكم تبارطاجيو الماكسيموم بوسيبل وديروا لايك غير على قبل هاد الحراره اللي كاين هنا في بلي ملال. اي مدينه كنمشي لها كنقول مرحبا بيا عندكم، ولكن دابا غنقول لكم مرحبا بكم عندي انا، لان بلي ملال هي البلاد ديالي. يعني دابا انتم عندي هنا في البلاد اللي هي بلي ملال. يلاه نبداو. المهم ما تنساوش بارطاجيو نتوما، بارطاجيو الماكسيموم بوسيبل، ديروا لايك. قبل هادشي غنبدا لكم نقول لكم ان كما قلت لك احنا كاين في اوتو هول هنايا في بلي ملال. اوتو هول راه ما كايناش في الماكينه، كاينه في 50 ولا اكثر من 50 يعني اوتو هول اللي كاين مفرقه في المغرب كامل، من طنجه لوجده، الداخله، اكادير، بلي ملال، اي مدينه تقريبا مشيتي لها غتلقى فيها اوتو هول. كما كتعرف اوتو هول شركه قديمه في المارشي، يعني تقريبا عندها اكثر من 100 عام حاليا. دابا في المارشي كاينه فيها بزاف ديال لي مارك، منهم كاين مثلا اوبيل، نيسان، ميتسوبيشي، ديفيسكا، فوتون، كاين بزاف مازال ديال لي مارك، وباقي مازال غيزيدو لها مارك اخرين. كاين مثلا كاين مازال تشيري، كاين عاوتاني المازيراتي حتى هي لا فواتير لوكس سبورتيف ديالهم. ومع ذلك كاين عاوتاني واحد الخبر اخر ان غيتزاد عندهم حتى الفيات والجيب والفا روميو وابارت، كلهم تا هما غيتزادو اوفيسيال. صافي راه ديجا قالوهم، ديجا هضروا عليهم. يعني الا بغيتي تشري هاد الطوموبيل هادو كلهم غادي تجي عند اوتو هول. بس زوينه هاد القضيه هادي يعني ومفرحه بالنسبه كاع لهاد لي مارك اللي ذكرت، وان اوتو هول كما قلت كاينه في المغرب كامل، اكثر من 50 بلاصه كاينه فيها اوتو هول. الله يسلمكم الناس اللي كيقولوا على سلامتي. هي انا كنت كونجي راه كاينه بلي ملال، قلت لهم صافي ضروري خصني نجي للبلاد هذيك. كما قلت عندنا هنا اوبل جراوند لاند اكس جديده، هذه الفاز 2 ديال اوبل جراوند لاند اكس، اولا هي هذيك فاز 2 ديالهم اللي مبدل فيها بزاف هو هذا الكالندر القدامي. اولا نشوفوا مع الكوميرسي هنا هو اللي غادي يقول لنا. السلام عليكم. كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. يبارك فيك. تكلمنا شويه على اوبي جروند لاند. بالنسبه للجروند لاند لو شونجمون دار سورتو في لا بارتي افون، القدام ديالها شوفوها مزيان. اييه عندنا سيدي بالنسبه لا فينيسيون، هذه راه لا جي اس 9، وقرا كاينه فينيسيون وحده دابا حاليا. هذه اللي كاينه جي اس 9 بي في، بوطا فيتاس اوتوماتيك، عامره تقريبا ما خاصها والو، كنظن خاصها الطوال صافي. الرادار القدام راه هوك، ليد كلشي، كاميرا قدام الله، طابلو ديال الداخل ديالها بشويه بشويه. الداخل الجديد هو هذا الطابلو. باقي غنوريكم واحد اوبل جروند لاند كاينه في تتقاد تمايا، هي اللي غنصوروها ونوريكم الداخل ديالها. عقلوا على هذا الداخل ديالها، هذيك كيدير مزيان كوكبيت هنا، هذا الباطا فيتاس اوتوماتيك، كلشي انتيريور كيدير. وغتشوفوا الفرق بينها وبين الاخرى، حتى السياج تا هما راه مبدلين طبعا، هذا شيء جديد. الداخل ها هو كيدير، حتى هو هما لي سياج صراحه رائعين بزاف، والبنو كيجيو ميشلان، يعني تقريبا احسن لي بنو في المارشي تقريبا. وهنا عندنا الكوفر ديالها، حتى هو الكتريك، ها تطلع راسو، تقدر تحلوها برجليك، تقدر ديرها طان طان تحلو، ما كاينش شي شيء. تحل الحلال والسدان بجوج، الكوفر ديالها كبير بزاف، تحل تقريبا في الكوفر ديالها هي 514. زائد انه هو غابة الطابل، يعني هادو يقدر يهبطو، يقدر تحليها تما دير بحال هكا شي سكي ولا شي حاجه. في الغالب هنا في المغرب غدير شي زربيه نقولوا ولا شي حاجه بحال هكا طويله. طبعا يمكن لك تسدو كما قلت يا بهادي، يا يمكن لك دير رجليك هكا طن ويتسد. طبعا الكلي خصهم يكون عندك، انا ما عنديش الكلي هذيك، ما نقدرش ندير برجليا هذيك. اون جينيرال هي هادي. واللي لاحظ فيها هو ان في هذا اللون الكحل، واخا كحل كاين اللوغو حتى هو كحل، يعني كلشي اغلبيه الناس كيشدوا هاد اللوغو كردهم كحلين، ولكن الشركه فكرت ديريكت انه ديروا كحل. هادي هي بحال قلتي الرؤيه الجديده ديال اوبيل، حتى اللوغو من القدام حتى هو راه نوار، هو شي نوار. في طلبه اخرى غيبان احسن، هادي كتبان كلها كحله، كتبان كلها زوينه، يعني ما خاصها حتى شي حاجه. الثمن شحال؟ واحد وثلاثين وثمانمية، يعني 31 مليون و160 افريقي. ام هذا بلا ماتريكولاسيون
بلا بان تيرميطاليز يعني تقريبا نقول شي 32 33 ماكسيموم كاع وشي حاجه 32 و 700 ولكن راه عامره بلي زوبسيون كيما شفتوا راه الكوكبيت فيها هذا فيها الرادار كتسوق راسها براسها في الطريق تفراني فيها كل شيء